أقيمت بمدينة شرم الشيخ احتفالية كبرى بمناسبة اختيار المدينة كأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الأفريقي الأسيوي. وفازت مدينة شرم الشيخ بالجائزة الذهبية بنسبة 100% من قبل الاتحاد الأفريقي الأسيوي، وذلك وفق 14 معيارا، وشارك في لجنة التحكيم 42 عضوا من كل أنحاء العالم. هذا وجاء حجم التنمية السياحية والاقتصادية والبشرية والمجتمعية من أبرز المعايير التي تم على أساسها منح الجائزة، بالإضافة إلى معايير استخدامات الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المياه والبنية التحتية المتطورة والمرافق المستدامة والإدارة المتميزة.